بون ليكيب راك موجدين يا اخي درتي واش تفهمنا باش ما يزعفوش علينا لي فانا اصبرتو عنتر بدل تريكو كاسكيطة سقراط المشكل تاع الضوء والإضاءة تمام يا صديقي لا تقلق باتشو جبت البوندرول واش من البوندرول واسمك واش من البوندرول باينة اللي قلت لك عليه باش تجيبو يا اخي تفهمت مع السيد قلت لك جوز رفدو جيبو خلاص ما نجيبش هاكا علاش غير الخير صح انا راني شافي مليح صديقي انت كنت راه في الطابليطة شيكونة وانا كنت ندور بالفيلو تاعي من بعد جيت قلت لك مدلي شويه شيكولا ونمد لك دير تورنا بالفيلو وانت وشنو ما حبيت يا اخو ما باليش طحت علينا خشين والعفاية يا اخو بس الفيلو تاعك كان بلا كرسي بلا سلسلة بلا فرانات وفي هبطك حيبني نموت صديقي هذه هي انت هذاك النهار ما حبيتش تمدلي شيكولا انا ما مديت لكش تورنا اليوم ما نجيب لكش البوندرول هذه هي يا اخو تشكا تشكا بون هكذا حقك ها دوك تشوف السلام عليكم انا العباس الوبحيه اهلا بكم في حلقه جديده من ادراكولوجي هذه الحلقه راح تكون خاصه بالمشاركه في مسابقه اليوتيوبرز لبودكاست عربي تزايد خلال القرن الماضي الحديث حول حريه وحقوق الانسان حقوق الانسان حريه التعبير حقوق المراه لكن في نفس الوقت الانتهاكات تاع حقوق الانسان ما نقصتش بالعكس زادت في بعض الاحيان علاش نعم الكل يطالب بحقه وعنده الحق باش يطالب بالحق تاعو لكن هل ممكن أن نلبي كل الحقوق وننسى الواجبات؟ في سنة 1947 أرسل جوليان هيكسلي المدير العام لليونسكو إلى المهاتما غاندي طالبا منه كتابة مقال حول حقوق الإنسان فأجابه هذا الأخير كل الحقوق المستحقة والمحفوظة تنبثق من الواجبات المؤدات نستحق الحق في الحياة فقط عندما نؤدي واجباتنا تجاه العالم ربما من المفاجئ باش نكتشفوا أنه غاندي المدافع عن حقوق الإنسان قدم الواجبات قبل الحقوق بصح علاش؟ أيضا في سنة 1948 لم يكن الإعلان حول حقوق الإنسان فقط بل كان إعلانا عن حقوق وواجبات الإنسان ربما ما يقدرش يهرب الإنسان من الواجبات حتى ولو اعتزل وراح عاش في غابة لازم عليه يحافظ على البيئة اسمع واش بيك انت مقبل وانت تقلي علينا او العفايس اعطيني حقي ودي حكاية كورة وزمك. اصبر تشو باتشو لما قد يفكر الإنسان اصلا في ان يعيش وحيدا انها الفردية والأنانية ينسى البعض احيانا او يتناسون انهم جزء من أسرة مجتمع وعالم وهذه حقيقة لا يمكن الهرب منها وأيضا الحرية المطلقة مجرد وهم فأين تنتهي حقوقك وحرياتك؟ تبدأ حرية الآخرين وواجباتك نحوهم لكن هل يجب علي أن أقوم بواجبي وأنتظر حقي أو العكس؟ تخيلوا معي سقراط سلف 50,000 لعنتر وعنتر سلف 20,000 لباتشو تخيل أنه باتشو قرر أنه ما يرجعش الدين في هذه الحالة عنتر ما راهوش راح يقدر يرجع الدين أصلا شفتوا المشكل وين؟ تخيل آلاف الواجبات المتروكة في المجتمع وش راح يصرى؟ واجب صغير متروك راح يكون عنده أثر كبير ماذا لو أديت كل الواجبات تاعي
ولم أتلقى الحقوق. أصلا واش اللي حدد وشنو هي الحقوق وشنو هي الواجبات؟ مثلا واش اللي حدد أسكو لازم عليا نشري العنتر فيلو ولا لا لا؟ إن الفرق بين الدول الجيدة والسيئة لا يتضح عبر مدى توفيرها للحقوق والحريات، بل يتضح عبر توازن الحرية الاجتماعية وتوافقها مع الأغراض الجماعية للمجتمع. يعني كما كاين حقوق للفرد كاين حقوق للمجتمع ككل، وتلبيتها أولى من تلبية حقوق الفرد، وهذه الحقوق الجماعية للمجتمع يحددها القانون، الدين والعرف العام للمجتمع. ربما في نهاية المطاف المجتمعات الغربية ما حققتش كل هذا التطور والازدهار لأنها وفرت بزاف حقوق، بل لأن الأفراد تاع المجتمع كل واحد التزم بالواجبات تاعو. ما على باليش كل واحد كاش يشوف هذا الموضوع، وهذه تبقى مجرد آراء شخصية، لكن على بالي بحاجة. من حقك تدي سكن، بصح من واجبك أنك ما تبيعوش وتعاود تبني براكة باش تدي سكن تاني. من واجبي كطفل ومن حقي تاني أنه نقرأ ونتعلم، لكن من حقي أيضا أنه نلعب، ماشي نقرأ ساعات زيادة باش يما تزوخ بالنقاط هادو قدام الجارة. من واجبي كشاب نحترم الكبير، بصح من حقي نهدر ونعبر، وإذا كان عندي الحق يستعرفوا ما يقولوش هذا صغير ما تديروش عليه. من حقك أنه تدي بنت فاميليا، بصح من واجبك أنه تخاف على أعراض الناس كيما تخاف على إماك وأختك. من حقك أنه تدافع على آرائك ومعتقداتك ومقدساتك، بصح واجب عليك أنه تحترم آراء الآخرين ومعتقداتهم أيضا. والسؤال اللي لازم نطرحه، لو كان في يوم من الأيام الكرة الأرضية قاعدة تحرق، أسكو نخرج نديرو مظاهرات ونطالبو كرة أرضية جديدة نقدر نعيشو فيها، ولا احنا اعتبروا انه واجبنا باش نحميو هاد الارض للاجيال الجايه؟ سلام. صديق انا جيت ندي حقي، حقي هو انك تابوني هنايا في لاشين تاع بودكاست عربيا، وتجي تروح تابوني عندنا في دراكولوجي. صح بالك نسمع بلي ما ابونيج هيا صحه اتهلا.